أولا أرحب بالحاضرين جميعا، الأعيان، المشايخ، العقال، المتبرعين، الإعلاميين، الجميع دون استثناء، حياكم الله إلى ما اليوم جبنا المشروع اسمه سير العمل في المشروع، والحمد لله وجدنا لا تضيع كثير عالية، لا تضيع، وندعو العاملين إلى مزيد من الإنجاز. هذا خط خدمي يربط عدة محافظات، يربط إب والعدين والجراحي ومحافظة الدمام. هذا الخط الخدمي يخدم أيضا عدة مديريات الجنوب يمتد إلى المناطق الجنوبية، يعني سيصبح الطريق أقصر من السابق، الوصول إلى الجنوب أو الشمال أقرب من ما كان عليه سابقا. طبعا هذا المشروع عملاق ويحتاج إلى دعم سواء مجتمعي أو من الدولة، تكلفته تقدر بحوالي 6 مليار ريال تكلفة شحن إلى الطبقة الأسفلتية مع إجراءات السلامة. الحمد لله أنجزنا جزء لا بأس به من عملية الشحن، وبدأنا في أعمال العبارة كما شاهدتم وكما لاحظتم جميعا. طبعا هذا جزء من الطريق، والجزء الثاني سيبدأ من هنا إلى جبل مطحن. نعم نعم نعم، شكرا لكم وشكرا لحضوركم. الأخ مجاهد المصنف.